شكرا. هنيئا لنا والجمهور الطنجاوي اللي عاوننا بزاف هذا الماتش. هذا الماتش كان صعيب علينا بزاف لانه جينا بواحد سلسله الهزائم اللي طيحتنا شويه ديال المورال، وانما اللعبه كانوا فريمون طموحين وخدموا مزيان هذا الماتش هذا، وبالدعم ديال الجمهور الهائل الجمهور الطنجاوي اللي عاوننا بزاف قدرنا ننتصروا في هذه المباراه هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنهنيو فريق اتحاد طنجة على هذه المقابله اللي انتصروا فيها. صراحه كنفتخر باللاعبين ديال فريق الجيش الملكي اللي قدموا واحد المقابله قويه بزاف صراحه، باش نهزموا بستة نقاط امام التركيبه البشريه ديال فريق اتحاد طنجة. صراحه هذا افتخار لفريق الجيش الملكي واللاعبين. ديجا ما كاينش واحد التوازن ما بين التركيبه البشريه ديال فريق اتحاد طنجه، فريق الجيش الملكي كيلعب بدون اجانب وما عندهم انتدابات، داروا انتدابات قويه ديال ثلاثه الاجانب اللي فعلا كيبليو البلاء الحسن في المقابله. كتبقى مقابله عاديه هذه في البطوله الوطنيه، كما انتصرنا عليهم في الذهاب انتصروا علينا في الاياب. لو باسكيت كما تيقولوا غيتلعب في مقابلات ديال البلاي اوف هي اللي غادي تكون حاسمه، وحظ موفق للفريقين بجوجهم. بقى هذا الماتش هذا كنا كنبريباريو حيت كنا كنوجدوا ليه لا سيمين كامله، واخا خسرنا واحد جوج ماتشات مي حنا جايين في طريق، سي با لا فان دو موند. هذا الماتش هذا كان رائع، وكنشكر الجوار اللي لعبوا، لو كوتش، الجمهور، احلى جمهور اللي كاين هنايا في اتحاد طنجة، وكنشكر الطلبه وكل كل اللي تفرج فينا ان شاء الله. الطلبه تبارك الله عليهم، زعما كاين فريمون سي واعرين، تبارك الله تبارك الله. عندنا الرجاء ان شاء الله، ان شاء الله خير، ديما خير ديما خير ديما خير. هذا الجماهير تحت فعلا بهذا الانجاز، والروح الرياضيه تخيم على ارضيه امل عابد. مبروك 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 للجماهير الطنجاويه، مبروك لكل طنجة، وكل عاشق لفريق اتحاد طنجة لكرة السلة. وكيف ما كيقول المثل